السلام عليكم سنة تانية، معاكم زميلكم مصطفى عبد الناصر فرقة تالتة. هنتكلم مع بعض النهاردة بإذن الله عن الجلوميرال ديزيز المحاضرة التانية. طيب احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت أصلا عن الجلوميرال ديزيز، برضه اتكلمنا فيها عن الحاجات أو الديزيز اللي بتعمل لي نيفروتيك سيندروم. احنا كنا قسمنا على حسب اللي هي الجلوميرولوباثي أو العيان بتاع اللي عنده مشكلة في الجلوميرولاي، قسمناها ليه على حسب الكلينيكال بيكتشر اللي بيجيلك بيها أو الأعراض اللي بتجيلها لنيفروتيك ونيفروتيك سيندروم. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الديزيز اللي بتعمل لي نيفروتيك سيندروم، المرة دي بقى هنتكلم عن الديزيز اللي بتعملي نيفريتك سيندروم. طيب نقول مع بعض الدعاء قبل ما نبدأ، وقف الفيديو قول الدعاء ويلا نكمل. طيب احنا اول حاجة هنتكلم عليها هي الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولي نيفرايتس. طيب من اسمه كده اكيوت، يعني الفترة بتاعته بتبقى قصيرة، يعني بيقعد معاك مش حاجة بتكمل معاك كرونيك، يعني هو اكيوت. وديفيوز ده يعني بياخد كل الايه، كل الجلوميرولاي. تمام. طيب بروليفريتيف يعني بيحصل بروليفريشن للسيلز بتاعه الجلوميرولاي، والجلوميرولونيفرايتس معناه ان في ايه، في انفلاميشن. يبقى انا من العنوان بتاعه كده خدت ان هو ايه، بيحصل اكيوت انفلاميشن. تمام. ذات انفولفز اول جلوميرولاي اوف بوث كيدنز، يعني بتاخد كل الجلوميرولاي في التو كيدنز، يعني مثلا مش بيأثر على كيدني واحده ويسيب الثانيه، ولا بس بيأثر على شويه جلوميرولاي ويسيب الباقي، لا ده هو بيأثر على كل الجلوميرولاي في التو كيدنز. طيب الانسنس بتاعته بيجي في كل الايدجز، بس سبيشالي بيجي في التشيلدرن اللي هو من 3 ل 7 سنين، وميل تو فيميل ريشيو بيبقى من 2 إلى 1، يعني اكتر فين، اكتر في الميل. تمام. الايتيولوجي بتاعه ممكن يجي الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولاي نيفرايتس، ده ممكن يجي لي بسبب ايه، ممكن يجي لي بسبب فايرال انفكشن زي هيباتيتس بي او هيباتيتس سي او هيباتيتس اي او ابشتاين بار فايروس. تمام. اي فايرال انفكشن بارازيتك زي الملاريا او بيهازيزس، اذر انفكشس اورجانيزم زي الريكيتسي او الفانجاي، وطبعا اشهر حاجه بقى اللي هو البوست ستريبتوكوكا الجلوميرولاي نيفرايتس، اللي هو انا جالي عدوى بالستريبتوكوكاي، بعد العدوى دي باسبوعين او 4 اسابيع بيجي لي اكيوت انفكشن بالاكيوت انفكشن بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. طبعا السيرين دي مهمه، واللي انت لازم تعرف هو بانهي نوع، بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. لما انت بيجي لك انفكشن بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ليه بقى بتختلف الاعراض بتاعتها، ممكن يجي لك في التونسلز بتعمل لي تونسلايتس، اللي هو الانفلاميشن في التونسلز اللي هي الالتهاب في اللوز يعني. تمام. وممكن تيجي لك سكين انفكشن، اللي هو تيجي لك الانفكشن دي على السكين من بره. تمام. فايا كان اللي هي ممكن ما يحصل لك بقى جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي ده، يحصل لك بيها انفكشن بعدها من اسبوعين لاربع اسابيع تبدا تاثر على الجلوميرولاي بتاعتك وتعمل لك بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، او ممكن تيجي نون بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، ممكن ما تجيش ايه، ممكن ما تجيش بعد ستريبتوكوكاي. طيب يبقى تاني انا عندي بتكلم على ايه، بتكلم على اكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونيفرايتس، هي عباره عن اكيوت انفلاميشن بتاخد كل الجلوميرولاي في البوث كيدنيز. بتيجي اكتر فين؟ بتيجي اكتر، هي بتيجي في اول ايدجز عادي، بس بتيجي اكتر في الشيلدرن اللي هم من 3 ل 7 سنين. افتكر كده ان الشيلدرن هم اللي كان بيجي لهم دايما التهاب في اللوز. تمام. فبتيجي اكتر في الشيلدرن اللي هم من 3 ل 7 سنين، ويز ميل تو فيميل ريشيو اللي هم بنسبه كام، من 2 الى 1. وخدها كده من، افتكر صوره الولد ده، فهي اكتر فين، اكتر في الميل، فبنسبه ميل، ميل تو فيميل ريشيو من 2 الى 1. طيب الايتيولوجي بتاعها ممكن تيجي بعد فايرال انفكشن او بسبب فايرال انفكشن زي هيباتيتس بي او سي او اي او ايا كان، بارازيتك زي الملاريا او البلهارزيز، اذر انفكشس اورجانيزم زي الريكيتس او الفنجاي. ممكن تيجي بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، طبعا دي اشهر حاجه، يعني انا جاي لي عدوى بالستريبتوكوكاي عملت لي ستريبتوكوكال انفكشن بايه بقى، بجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، بعدها من اسبوعين لاربع اسابيع بدات تاثر على الجلوميرولاي بتاعه الكدني وعملت لي فيها المرض بتاعنا ده. او ممكن تيجي نون بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، يعني جلوميرولونيفرايتس مش بعد عدوى بالستريبتوكوكس. طيب الباثوجينيسيس بتحصل ازاي؟ هي طبعا البيشنت بيجي لك كلينيكالي بنفريتك سيندروم. طيب نفتكر كده الاعراض بتاعه النفريتك سيندروم، احنا قلنا اشهر حاجه في النفريتك سيندروم كان بيحصل انفلاميشن وبروليفريشن. طيب العيان كان بيجي لك بايه بقى، كان بيجي لك بهيماتوريا نتيجه ان كان حصل انجري للاندوثيليال سيلز، كان بيجي لك العيان بازوتيميا يعني انكريس في اليوريا في البلط بتاعه، وكان بيجي لك بيوريميا، وكان بيجي لك بهايبر تنشن واوليجوريا وهكذا. طيب هنا الباثوجينز بتاعتي ايه بقى، ان انا بيحصل لي انفكشن بجروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال، او بتجيب جروب اي بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي يحصل فيها انفكشن او يحصل بيها انفكشن. طيب بعدها من اسبوع لاسبوعين تبدا تكون انتي بوديز، طيب جسمك هيكون انتي بوديز بالمناعه. طيب وبعد كده هيكون ايمين كومبلكس اللي هو الانتيجين انتي بودي كومبلكس. الانتيجين انتي بودي كومبلكس ده هيمشي في السيركيليشن لحد ما يوصل للجلوميرولاي، يحصل له ديبوزيشن بقى في الجلوميرولاي ده، وبعد كده ياكتيفيت الكومبلمنت باث واي ويبدا يحصل الانجري بقى، هيبدا يعمل لي جلوميرولار انجري ويعمل لي انفلاماتوري رياكشن. يبقى الباثوجينس بتاعي ان انا حصل لي انفكشن بالبيت بجروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. طيب بعدها من اسبوع لاسبوعين بدا يتكون انتي بوديز، الجسم بتاعك كون انتي بوديز ضد الستريبتوكوكاي دي، فكونت لي اميون كومبلكس اللي هو الانتيجين انتي بودي كومبلكس.
وبعد كده الاميون كومكس ده بدأ يترسب او يحصل له ديبوزيشن في الجلوميرولاي، وبعد كده حصل اكتيفيشن للكومبلمنت باث واي، وبعد كده بدأ يعمل لي انفلاميشن وانجري للايه للجلوميرولاي ده. طيب لو جاب لك كيس وقال لك ان العيان ده بدأت عنده الاصابه بانه جاي له مثلا هيستوري اوف تونسلايتس، لان التونسلايتس دي بتعملها ايه، بتعمل لي ستريبتوكوكاي او سكين انفكشن، برضو السكين انفكشن دي ممكن تعملها، ده الشكل اللي بتعمله ستريبتوكوكاي، تمام. وبعدها لقيت ان حصل له بدأ يحصل له هيماتوريا، او لقيت بلاد في اليورين بيبقى شكله سموكي يورين كده، او اللي هو كوكاكولا يورين، اللي بيبقى شبه الكوكاكولا، تمام. فلو جاله هيماتوريا او هو شاف بلاد في اليورين وجاله فيفر، طبعا لان هي انفكشن تعمل لي فيفر يعني، وماليز وانوركسي، كل الحاجات دي بتوجهني ان هو ايه، ان هو بوست ستريبتوكوكال. طيب الاكيوت ديفيوز بروليفيريف جلوميرولونيفريتس بقى انا بتكلم عليه، المورفولوجي لما اجي ابص على الكدني بعينيا هشوف ايه، هشوف الجروس بيكتشر بوث كيدنيز انلارجد، لان احنا قلنا ان بيحصل بروليفريشن في السيلز بتاعه الجلوميرولاي، فعدد السيلز هيزيد، فبالتالي الكدني حجمها هيقل ولا هيزيد، طبعا هتبقى انلارجد حجمها هيزيد، بتبقى لونها بيل وسموث سيرفيس من بره كده سموث، تمام. طبعا لما يحصل لها انلارجمنت هتبدا تشد على الكبسول بتاعها من بره، فالكبسول بيبقى تنس يعني مشدود كده، وايزي الاستريب يعني اقدر اقشره بسهوله من على الكدني، تمام. هيبقى عندي لما اخد كات سكشن اشوف بيل كورتكس، الكات سكشن اللي هو ده هو بقى، هشوف بيل كورتكس تمام، وكونجستد جلوميرولاي، يبقى هشوف كونجستد جلوميرولاي حصل فيها كونجستد نتيجه انفلاميشن، واشوف الكورتكس ده اهي بتبقى لونها بيل، ديكريز ديفرنشيشن ما بين الكورتكس والمظله يعني، والديفرنشيشن هقدر اعمل ديفرنشيشن كويس ما بين الكورتكس والمظله، لا ما بيبقاش باين اول فرق ما بينهم زي هنا كده، تمام. طيب لما اجي ابص بقى باللايت مايكروسكوب هشوف ايه، اول حاجه لما اجي ابص على جلوميرولاي هشوف هايبر سيلر انفليمد جلوميرولاي على تحت ال اتش اند اي ستين. يعني ايه هايبر سيلر؟ يعني هشوف هايبر سيلرتي، السيلز بدا يحصل فيها بروليفريشن وعددها هيزيد جدا، يبدا يحصل سيلر انفلتريت بالبي ان ال اللي هي البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس نتيجه الانفلاميشن، هشوف سوولن وديستنشن اوف الكبسوله وبلادلس، هيبقى بلادلس يعني ما فيهوش دم، يبقى الجلوميرولاي هايبر سيلر انفليمد جلوميرولاي تحت ال اتش اند اي ستين. طيب سيلر انفلتريت اوف البي ان ال نتيجه ايه؟ نتيجه وجود الانفلاميشن. سوولن وديستنشن اوف الكبسوله، طبعا هيبدا يشد على الكبسوله فيحصل فيه سوولن وهيبقى ديستندد. طب لما اجي ابص على الكونفيرتد تيبيول هشوف فيها كلاود سويلنج، والكلاود سويلنج ده كان من نوع من انواع السيل انجري وكان بيبقى ريفرسبل يعني يقدر يخف تاني. طيب الكولكتنج تيبيولز اشوف فيها ار بي سيز كاستس وهاي لاين اند جرانر كاست، يعني ايه الكلام ده؟ بص لما كان بيحصل اندوثيليال انجري والخلايا الاندوثيليوم دي يحصل فيها انجري، تبدا تعدي بقى ار بي سيز من الكابيلاري، وتبدا تعدي هاي لاين وجرانر كاست، يعني ايه؟ يعني تبدا تعدي خلايا، فالخلايا دي لما تتحشر في قلب الكولكتنج تيبيولز، اما اجي اقطع كده في الكولكتنج تيبيولز وابص عليها هشوف الكاستس من الار بي سيز او الهاي لاين اند جرانيولار كاستس. يبقى الكاستس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان لما حصل انجري في الاندوثيليال سيلز بدات تعدي الار بي سيز وبدات تعدي خلايا، فبالتالي الخلايا دي لما اتحشرت في قلب الكولكتنج تيبيولز وجيت قطعت الكولكتنج تيبيولز كده عشان ابص عليها لقيت فيها ار بي سيز كاستس سوري والهاي لاين اند جرانيولار كاستس. طيب لما اجي ابص على الانترستيشال تيشو هشوف ايديما وانفلاميشن، طبيعي ما هو في انفلاميشن هيبقى اشوف ايه، هشوف ايديما وانفلاميشن. طيب هنا برضو نفس الكلام، طبعا انا شايفه هنا بي ان ال هو اللي هو ايه خلايا انفلاميشن اهي، تمام، وفي ايديما ايديما فين في الانترستيشال تيشو. طيب لما اجي ابص على الجلوميرولس ده هنا كده طبعا في سيلارتي كتير وبدأ يضغط على البومنز سبيس اللي هو حواليه كده اهو، فبالتالي ايه بدأ يضغط على البومنز سبيس ده وعندي ريديوسد بومنز سبيس اهو، المفروض ان هو بيبقى اتخن من كده شويه، البومنز سبيس بيبقى اكبر من كده شويه، بس نتيجه السولاريتي اللي زاد في الجلوميرولاي بدأت تضغط على البومنز سبيس فقلت السبيس بتاعته شويه. طيب بالالكتروميكروسكوب اشوف ايه، هشوف جرانيولار ديبوزيشن ان فورم اوف هامز ان سب اندوثيليال اند سب ابيثيليال اور الميسانجيوم. يعني ايه؟ يعني هشوف هيحصل هشوف الجرانيولار ديبوزيشن ان فورم اوف هامز، يعني ايه هامز دي؟ هامز دي اللي هي بتبقى اللي هو معناها اصلا بالعربي اللي هو السنام بتاع الجمل كده، تمام. فلما اشوف الهامز دي، هي الهامز دي باثوجنومونيك؟ لا، يعني مش شرط ان انا لما اشوف الهامز دي اقول ان ده اكيوت ديفيوز بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس، بس هو بيوجهني او بيشككني لما اجي ابص بالالكترومايكروسكوب اشوف الهامز دي بتشككني ان هي ممكن تكون ايه اكيوت ديفيوز بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس. طيب ده منظر الهامز اهو، اهو ده المنظر بتاع الهامز، وده يبقى الهامز دي بشوفها فين؟ بشوفها في الاكيوت ديفيوز بروليفيريتيف جلوميرولونيفريتس. طيب
هي باثوجنومينيك يعني هي كاركترستيك، يعني اول ما اشوف الهامبس اقول ان ده اكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس. لا مش شرط، بس بتشككني ان هو ممكن يكون ايه هو ده. بالاميونوفلورسنس اشوف هامبس اوف اي جي جي اي جي ام وسي 3 with a granular pattern. يعني لما اجي ابص بالاميونوفلورسنس كده، احنا قلنا الاميونوفلورسنس ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على وجود اميون كومبلكس، او بيعتمد على الاميونتي في شغله يعني، تمام. فلما اجي ابص برده هشوف ان حصل جرانيولار ديبوزيشن، يعني حصل ديبوزيشن على شكل جرانيولز كده من الاي جي ام، الاي جي ام والاي جي جي والسي 3، تمام. اللاب فايندنجز بقى، يعني لما اجي اعمل انفستيجيشنز او لما اجي اعمل تحاليل للعيان ده هشوف ايه؟ هشوف مودريت بروتينوري. احنا قلنا في ال قلنا في النفروتيك سندروم البروتينات بتبقى قليله، يعني مش زي مش بتبقى واضحه قوي زي ما كانت موجوده في النفروتيك سندروم. اهم حاجه بشوف كوكاكولا او سموكي يورين، يعني اليورين بيبقى نازل فيه بلد، بشوف هيماتوريا اهو نفس الشكل ده كده، بيبقى سموكي يورين او كوكاكولا شبه الكوكاكولا. طيب هشوف ار بي سيز كاسس، وقلنا ليه؟ لان لما بيحصل اندوثيليال انجري الخلايا الار بي سيز بتبدا تعدي من الكابيلاريز وتخش، وبعد كده تخش على كولكتنج تيبيولز وبشوف فيها ايه ار بي سيز كاسس. طيب هشوف انكريس في البلاد يوريا اند سيرم كرياتينين، ليه؟ لان لما حصل الانجري دي بدات تاثر على الاكسكريشن بتاع اليوريا والكرياتينين، فبالتالي بدا يزيدوا في البلاد، لان هو في الطبيعي كان بيحصل لهم اكسكريشن، فبالتالي ايه نسبتهم في البلاد كانت بتبقى طبيعيه، لكن لما بدا يحصل الاكسكريشن ده ان هو قل ومبقاش يحصل لهم اكسكريشن كويس، فبالتالي ايه زاد نسبتهم في البلاد. ديكريز رينال فانكشن، طبعا الرينال فانكشن بتبقى بايظه، فبالتالي وكمان بيبقى فيه نقص في الجي اف ار. ليه نقص الجيوميا فلتريشن ريت؟ بصوا لما كان حصل اندوثيليال انجري، احنا قلنا لما يحصل اندوثيليال انجري ممكن يحصل ثرمبوزس، والثرمبوزس دي بتقفل الكابيلاري، فبالتالي لما تقفل الكابيلاري ده كان بيأثر على ايه؟ ده كان بيقلل الجيوميا فلتريشن ريت، فعشان كده بيقل الجيوميا فلتريشن ريت ده، وكمان بيقل معاه ديكريز في الايه؟ في الرينال فانكشن. وطبعا انكريز في الستريبتولايسن اوتيت، ليه؟ لان احنا قلنا هي عباره عن بص ستريبتوكوكال، فنتيجه وجود الستريبتوكوكال انفكشن دي ده اللي بتزود الستريبتولايسن اوتيت. يبقى اللاف فايندنج العيان ده هيجيلي بايه؟ او لما اعمله تحليل هشوف ايه؟ هشوف اهم حاجه السموك يورين، لان هو نفريتك سندروم، سموك يورين او كوكاكولا يورين او هيماتوريا. هشوف ار بي سي كاسس نتيجه الحدوث الاندوثيليال انجري. هشوف زياده في البلاد يوريا والكرياتينين لان ما بقاش يحصل لهم اكسكريشن كويس. هشوف نقص في الجي اف ار، ليه؟ لان لما حصل اندوثيليال انجري بدا يحصل ثرمبوزس، والثرمبوزس دي قفلت لي الكابيلاري، فبالتالي بدا يقل الجي اف ار، وكمان هتقل الرينال فانكشن. هشوف انكريس في الستريبتولايسين اوتتر نتيجه وجود الستريبتوكوكال انفكشن، فبالتالي هلاقي ان الستريبتولايسين اوتتر ده عالي. والمودريت بروتينوريا دي حاجه مش متلاحظه قوي، يعني ممكن اشوف ايه شويه بروتينوريا كده. طيب البروجنوزس بتاع الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس، بصوا في التشيلدرن هو له جود اوت كام، يعني في التشيلدرن بيختلف عن الادلتس شويه. فالتشيلدرن بيبقى البروجنوز بتاعه كويس في الاطفال، 95% تقريبا منهم بيخف في خلال من 4 ل 6 اسابيع، 1% بس هو اللي بيقلب بكريسنت الجلوميرفرايتس، ومن 1 ل 3% بيقلب بكورونيك الجلوميرفرايتس، ومن 1 ل 2% بيموتوا من ايه؟ من رينال فيلير. فهو البروجنوز بتاعه كويس في التشيلدرن، 95% تقريبا من الاطفال اللي بيجي لهم اكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرفرايتس بعد عدوى بالستريبتوكوكال بيحصل لهم ريكفري او بيخف في خلال من 4 ل 6 اسابيع. طيب في الادلت بقى، في الادلت من 40 ل 50% للاسف بيتحول لكريسنت الجلوميرفرايتس، و10% بيتحول لكورونيك الجلوميرفرايتس، و60% ممكن ايه يحصل لهم ريكفري يعني يخفوا منه. يبقى البروجنوز بتاعه احسن في التشيلدرن، وفي الادلتس طبعا في التشيلدرن 95% منهم بيخفوا، لكن في الادلت من 40 ل 50% ممكن يتحول لكريسنت جلوميرولونيفريتس، 10% لكرونيك جلوميرولونيفريتس، واخر حاجه 60% ممكن ايه يحصل لهم ريكفري يعني يخف منه. طيب هنرجع عليه بسرعه عشان نخش على الديزيز اللي بعد. طيب يبقى احنا اتكلمنا على اكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس براحه كده من العنوان، احنا خدنا ان قلنا هيحصل في ايه، يحصل في اكيوت انفلاميشن في كل الجلوميرولاي بتاعه البوث كيدنيز، في التو كيدنيز. طيب قلنا هو اكتر فين؟ نفتكر كده ان العيان اللي هو كان اللوز دي كانت بتيجي في اكتر فين؟ في التشيلدرن، وبتيجي وقلنا ان هو بيجي اكتر في الميل، بالنسبه للفيميل بنسبه 2 الى 1، 2 الى 1. طيب بيجي في التشيلدرن اكتر من 3 ل 7 سنين، ميل تو فيميل ريشيو 2 الى 1. الاتيولوجي بتاعه ممكن يكون فاير انفكشن بارازيتك او انفكشس اورجانيزم، او اشهر حاجه طبعا بص ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس لما يحصل انفكشن بايه؟ بعد اكيوت انفكشن بالجروب ايه بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي، بعدها من اسبوعين ل 4 اسابيع يبدا يحصل لي ايه؟ يبدا يحصل لي المرض بتاعنا ده، او ممكن يجي نون بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. طيب الباثوجينس بيحصل ازاي؟ قلنا ان انا عندي حصل انفكشن بالجروب ايه بيتا هيموتيك ستريبتوكوكاي، فلما دخل ستريبتوكوكاي دي بدا الجسم بعدها من اسبوع لاسبوعين بدا يتكون لها انتي بوديز،
والانتي بوديز دي مسكت في الانتيجين فعملت لي انتيجين انتي بودي كومبلكس او اميون كومبلكس. وبعد كده بدا الاميون كومبلكس ده يحصل له ديبوزيشن يترسب في الجلوميرولاي، وبعد كده عمل اكتيفيشن للكومبلمنت باث واي فبدا يعمل لي الانجري وبدا يعمل لي انفلاماتوري رياكشن. تمام. وكلينيكالي بيجي لي نيفريتك سندروم، وقلنا اشهر حاجه في النيفريتك سندروم ايه؟ العيان بيبقى جاي بهيماتوريا، يبقى جاي ب اللي هو شكل اليورين بتاعه سموك يورين او كوكاكولا يورين. طيب لما اجي ابص على الكدني من بره في المرض ده هشوف ايه؟ هشوف ان البوست كدنيز انلارج. ليه؟ لان احنا قلنا بيحصل بروليفريشن، بيحصل هايبر سيلاريتي، فالسيلز عددها بيزيد فبالتالي الكدني ايه؟ تكبر، وبعد كده تشد على الكبسول بتاعها من بره، فالكبسول يبقى ايه؟ الكبسول يبقى تنس يعني مشدود كده، وايزي ستريد يعني اقدر اقشره بسهوله من على الكدني دي. بشوف بيل كورتكس، الكورتكس بتبقى بيل لونها باهت كده، وكونجستد جلوميرولايا، الكونجستد ده حصل نتيجه انفلاميشن، وديكريز ديفرنشيشن ما بين الكورتكس والميدلا. باللايت مايكروسكوب اشوف الجلوميرولاي حصل فيه هايبر سيلر انفلامد جلوميرولاي، طبعا في انفلاميشن وهايبر سيلرتي، هو سيلز كتير قوي وانفلاميشن، الخلايا الزرقاء دي هي فيها دي الانفلاماتوري سيلز. تمام. الكونفريتد تيوبل اشوف فيها كلاودي سويلنج، وقلنا كلاودي سويلنج ده ريفيرسيبل سيل انجري. الكولكتنج تيوبلز اشوف فيها ار بي سي كاستنج كاستس وهايلاين كاستس وجرانيولار كاستس، وقلنا الكاستس دي سببها ايه؟ ان انا حصل اندوثيليال انجري فبالتالي بدات تعدي ار بي سيز وسيلز. الانترستيشال تيشو اشوف فيه ايديما وانفلاميشن. بالالكترون مايكروسكوب اشوف جرانيال ديبوزيشن ان فورم اوف هامبس في السب اندوثيليال او السب ايبيثيليال او ميسانجيوم. بالاميو فلورسنس اشوف هامبس اوف الاي جي جي اي جي ام وسي 3 ان جرانيولار باترن، وانا ده منظر الهامبس ده في الالكترون مايكروسكوب. تمام. لما اجي اعمل لاب فايندنجز دي هشوف ايه؟ هشوف طبعا مودريت بروتينيه، بروتينيه بس مش متلاحظه قوي يعني مودريت مش زي في النفروتك. كوكا كولا او سموك يورين نتيجه وجود بلاد في اليورين. ار بي سي كاستس انكريس في البلاد يوريا والكرياتينين بس مبقاش يحصل لهم اكسكريشن كويس، قلت الرينال فانكشن وقل الجي اف ار، وكان عندي زياده في السيركيليشن اوتيت لانها ايه؟ بص سيرتوكوكالا انفكشن. البروجنوز بتاعه كويس في الشيلدرن جود اوت كام، 95% منهم بيخفوا، وفي الادلت لسه من 40 ل 50% بيحصل لهم كريسنتك جلوميرولونفرايتس، و60% بيحصل لهم ريكفري يعني بيخفوا. طيب تاني ديزيز بقى هنتكلم عنه هو الكريسنت فورميشن، او اللي هو بسميه الرابيدلي بروجريسيف كريسنتك جلوميرولونفرايتس. طيب من اسمه كده كريسنتك يعني بيكون الكريسنت، الكريسنت ده اللي هو بيبقى شكل الهلال كده. طيب رابيدلي بروجريسيف يعني بيحصل له بروجريشن بسرعه. تمام. فهو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك نيفريتك سندروم with rapid deterioration of renal function فبيعمل لي رينال فيلير. يبقى هو عباره عن نيفريتك سندروم بيحصل لها رابيد deterioration يعني بيحصل تدهور الحاله دي ويحصل تدهور الرينال فانكشن، وبعد كده في الاخر تقلب برينال فيلير. طيب الايثيولوجي بتاعها ايه؟ سبب الكريسنت اللي هو الكريسنتك ده برايمري ممكن يكون ايديوباثيك، يعني هو اصلا ايديوباثيك جالك كريسنتك جلوميرولونفرايتس ما عرفوش السبب، او ممكن يكون بص ستريبتوكوكال. فاكرين في البص ستريبتوكوكال قلنا في التشيلدرن ممكن يقلب بكريسنتك. تمام. فهنا برضو من ضمن اسباب اللي هو بص ستريبتوكوكال انفكشن او جود باس سندروم، برضو جود باس سندروم دي ممكن تعمل لي كريسنتك جلوميرولونفرايتس، هناخدها كمان شويه. وفي الاخر برضو ممكن ايه ده من ضمن اسبابه هو الايه؟ الفاسكولايتس. طيب سكندري بقى ممكن يكون سيستميك ديزيز موجود في الجسم عندي زي سيستميك لوبس او انفكتيف اندوكارديتس، دي ممكن تعمل لي برضو ايه؟ ممكن الاثنين دول يعملوا لي كريسنتك جلوميرولونفرايتس. يبقى الاسباب بتاعته او الايثيولوجي يا اما برايمري يعني هو بادئ ايديوباثيك اصلا كريسنتك، او جاي بعد ستريبتوكوكال انفكشن، او بسبب جود باستر سندروم، او فاسكولايتس. طيب السكندري بقى ان انا عندي سيستميك ديزيز في الجسم بيأثر على الجسم كله، وسكندري بقى ليه يحصل ايه؟ يحصل الكريسنتك جلوميرولونفرايتس ده زي انفكتيف اندوكارديتس او سيستميك لوبس. المفروض بتاعه هو شبه الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونفرايتس اللي احنا لسه شارحين، بس بروجريشن شويه يعني بيبقى اسوأ شويه من الايه؟ من الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونفرايتس. طيب الكريسنت فورميشن بقى اللي هو الهلال اللي بيتكون عندي بيتكون نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل بارايتال سيل بروليفريشن وماكروفاج وفايبرين. يبقى فاكرين في تكوين الجلوميرولاي لما كنا خدنا ان كان عندي البومنز كبسول كان بيبقى الطبقه الخارجيه بتاعته بارايتال سيلز، البارايتال سيل بقى لما بيحصل لها بروليفريشن كتير تقوم مكونه لي كريسنت شده. وبرده قلنا في البومنز كبسول قبل كده لما شرحنا كان عباره عن البومنز سبيس ده كان المفروض ان هي تبقى حته فاضيه نورمالي، لكن لما يبدا بقى يتكون الكريسنت ده لا ده بيعمل اوبليتريشن للبومنز سبيس بايه بقى؟ بالبرايتال سيلز اللي بيحصل لها بروليفريشن كتير فتملى الفراغ ده، وكمان ماكروفاج وفايبرين. فلما اجي ابص كده هو ده الكريسنت فورميشن، الهلال ده شكل الهلال ده. تمام. واجي اشوف فايبرين ما بين البروليفريتد سيلز، طبعا السيلز اللي حصل لها بروليفريشن هي هنا ايه؟ هي البرايتال سيلز. طيب ودي هو بيقول لك هنا كريسنت اوبليتريتنج جلوميرولار سبيس او الهول بومنز سبيس، وطبعا بدات تعمل كومبريشن او ضغط على الكابيلاري لوبس
الكابيلاريز اللي هنا موجوده هنا كده حصل لها كومبريشن او اتضغطت بسبب ايه؟ بسبب الكريس انفورميشن ده. طيب يبقى الكريسنت فورميشن برايتال سيل بريفليشن وماكروفاج وفايبرين. الكريسنس تعمل لي رابشر ليه، ممكن تعمل لي رابشر للبيزمنت ممبرين، وطبعا الرابشر للبيزمنت ممبرين ده يعمل لي ثرومبوزس اند هيموراجيك نكروز في الجلوميرولار كابيليز. يعني ايه؟ يعني الكريسنت بدات تضغط على البيزمنت ممبرين، لما ضغطت عليه وعملت له كومبريشن بدا يحصل ثرومبوزس، طبعا حصل له رابشر، وبعد كده بدا يحصل ايه؟ بدا يحصل ثرومبوزس، كون جلطه وبدا يعمل لي هيموراجيك نكروز في الجلوميرولار كابيليز، يعني الكابيليز حصل فيها ايه؟ حصل فيها نكروزس. طيب وبيحصل اوبليتيشن في البومنز سبيس، والابليتريشن ده ممكن يقلب بعد كده بفايبروزس ويعمل سكارنج بقى وادهيجن، يعني تبدا كل حاجه تلزق في بعضها ويحصل فايبروزس وسكليروزس وهكذا ويعمل ايه؟ يعمل سكارنج. طيب بالالكترون مايكروسكوب الاميو فلوس هشوف ديبوزيتس اون البيزمنت ممبرين، هشوف ديبوزيشن على البيزمنت ممبرين بايه؟ بيتكون بالاي جي جي والسي 3. يبقى تاني انا كريس انفورميشن كون عندي برايتل سيل بروفيشن وكون ما بينها فايبرين وماكروفاج، بدات تضغط على الكابيلاري البيزمنت ممبرين هنا وبدات تعمل عليه كومبريشن، فممكن يحصل له ايه؟ يحصل له رابشر، والرابشر ده يعمل لي ثرومبوزس، تمام؟ وبعد كده يحصل نكروز في الجمال الكابيلاز، وبعد كده البومنز سبيس اللي اتسدد ده اهي بالهلال ده او الكريسنت ده، لما اتسدد ممكن يحصل لها بعد كده فايبروزس وسكارنج وسكلروز وهكذا. طيب ده برضو منظر الكريسنت فورميشن. المفروض ان الحته دي اصلا نورمال تبقى ايه؟ بيبقى لنا ابيض، يعني فراغ سبيس، تمام؟ لكن هنا ده مليانه بقى ايه؟ مليانه برايتال سيل بروفليشن وفايبرين وماكروفاج، تمام. بعد كده عندي ثالث ديزاين نتكلم عنه هو الجود باسر سندروم. الجود باسر سندروم افتكر على طول اول ما تسمع كلمه جود باسر سندروم هو كدني مع لنج، يبقى هو دايما له علاقه بين الكدني والكدنيز واللنج. طيب هو عباره عن acute fulminating disorder characterized by pulmonary hemorrhage وacute glomerular nephritis اللي هو الكريسنتك تايب. يبقى الجود باسر سندروم في حاجتين، pulmonary hemorrhage يعني نزيف في البلمونري او في اللنجز يعني، واكيوت جلوميرولو فايتس اللي هو الايه؟ نوع كريسنتك تايب. طيب مش احنا لسه قايلين في الكريسنتك جلوميرولو فايتس ان احنا من ضمن اسبابه البرايمري اللي هو الجود باسر سندروم، هنا برضو احنا بنقول اهو. طيب الانسنس ستراتيجي في اليونج ميل ادلتس، يعني هم سنهم صغير، يعني مثلا سنه من 20 30 سنه كده في اليونج ميل ادلتس. طيب يجي لك بايه؟ يجي لك بهيماتوريا وهيموبتسيس. هيماتوريا ده نتيجه ايه؟ نتيجه الكريسنتك تايب او اللي هو الاكيوت جلوميرولونفرايتس، يجي لك بهيماتوريا. طب هيموبتسيس نتيجه حدوث بالمونيا هيموريدج. طيب الايتيولوجي بتاعه ان بيبقى عندي انتي جلوميرولر وانتي الفيولر بيزمنت ممبرين انتي بوديز ذات كروس رياكت ويز ايتش اذر. يعني ايه الكلام ده؟ ان انت بيبقى في جسمك انتي بوديز، الانتي بوديز دي بتروح تهاجم مين؟ بتروح تهاجم حاجتين، بتروح تهاجم الجلوميرولر بيزمنت ممبرين اللي هو موجود في الكدني، والالفيولر بيزمنت ممبرين اللي هو موجود في اللنج، فتعمل لك مشكلتين، تعمل لك acute glomerular nephritis فتعمل لك hematuria، تعمل لك pulmonary hemorrhage فتعمل لك ايه؟ تعمل لك hemoptysis. يبقى فكره الجود باستر سندروم باختصار هو ان انت عندك في جسمك antibodies راحت تعمل reaction مع الانتيجين، اللي هم الانتيجين بتوعها ايه بقى؟ اللي هم الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، والالف اللي هو الجلوميرولار ده اللي هو موجود في الكدني، والالفيولار بيزمنت ممبرين الموجود في اللنج، فبالتالي عملت اصابه في اللنج وعملت اصابه في الكدني. الاصابه اللي في الكدني عملت لك recentic acute glomerular nephritis، واللي في اللنج عملت لك بالمونري هيمريدج، فجاي لك العين بهيماتوريا وجاي لك بهيموبتسيس، ده الجود باسر سيندروم. طيب هو بيقول لك ان انت عندك اللنج هنا بدا يحصل فيه يحصل بيزمنت ممبرين دامج، تمام؟ لما اجي اقرب كده ده حصل بيزمنت ممبرين دامج، وبعد كده الانتي بوديز دي برضو بتروح تعمل ايه؟ بتروح تعمل acute glomerular nephritis كريسنتك تايب بقى في الكدني، تمام. الترمينولوجي والكلينيكال بيكتشر، كريسنت جلوميرولونفرايتس بروجريسيف ايفينشوالي فيتال. بيقول لك هنا طبعا بيبقى عندك، لما اجي ابص الكلينيكال بيكتشر العين جاي لك بايه؟ العين جاي لك بكريسنت جلوميرولونفرايتس، تمام، اللي هو بيبقى هنا بقى بروجريسيف، بيحصل له بروجريشن بسرعه جدا وفي الاخر بيبقى فيتال، بيموت. الايرلي ستيج بيبقى اونلي سيلر ونكروزس، جرادوال يبدا يحصل فايبروزس وسكليروزس، السيفير كيس يحصل رابشر بيزمنت ممبرين والبومنز كابسول. بيقول لك في الاول خالص في الكريسنت الجوميرو فاتس اللي بيجي مع الجود باسل سندروم في الايرلي ستيج في الاول بيبقى سيلر ونكروزس، يعني يبدا يحصل نكروزس في السيلز، ويبقى ايه؟ يبقى في سيلاريتي وهايبر سيلاريتي. طيب جرادوالي يبدا يحصل واحده واحده فايبروزس وسكليروزس، في الاخر خالص بقى يحصل رابشر بيزمنت تمبرين والبومنز كبسول ويقلب برينال فيلير. طيب بالاميونو فلورسنس هشوف ايه؟ بالاميونو فلورسنس هشوف لينير ديبوزيشن اوف الاي جي جي الونج الجوميرو بيزمنت تمبرين، يعني على بيزمنت تمبرين هشوف ديبوزيشن للاي جي واشوف لينير ديبوزيشن. طيب
بالالكترون مايكروسكوب بقى، بريزنس اوف الكريسنس وديسربشن اوف الجلوميرال بيزمنت ميمبرين وسيلر انفلتريشن از سايت اوف نيكروزس. طيب طبعا انا هنا بتكلم، لما بتكلم على جود باسل سندروم اللي يهمني هنا ايه الحاجات اللي بتحصل في الكيدني، يعني مش هقعد اتكلم في ايه اللي بيحصل في اللنج. احنا قلنا بس حته اللنج دي عشان نربط ما بين الاثنين، يعني عيان جالك بهيموبتسيس وعيان جالك بهيماتوريا تفكر على طول في جود باسل سندروم. تمام. طيب في الالكترون مايكروسكوب اشوف ايه؟ اشوف بريزنس اوف الكريسنس، طبعا اشوف كريسنس ما هو كريسنتك، هشوف ديسربشن اوف الجلوميرال بيزمنت ميمبرين، هشوف سيلر انفلتريشن از سايت اوف نيكروز، الحته اللي فيها نيكروز حصل فيها ايه؟ سيلر انفلتريشن. طيب الكوز اوف ديث، ليه العيان بتاع الجود باسل سندروم بيموت؟ طبعا اول حاجه هيموت برينال فيلير، لان احنا قلنا هنا الكريسنت الجلوميرولونيفريتس بيبقى هنا رابيدلي بروجريسيف، يعني بيحصل له بروجريشن على طول وفي الاخر ايه؟ بيموت، فيعمل لي رينال فيلير، وبعد كده وكمان بيموت بالمنه هيمرج، مش احنا قلنا بيعمل كروس رياكشن مع الالفيولار بيزمنت ميمبرين فيعمل لك بالمنه هيمرج، فبرده ده يموت، بيعمل له هايبرتنشن، وكمان الهايبر كاليميا ليدنج تو هارت فيلير، الهايبر كاليميا دي تعمل لي ايه؟ تعمل لي هارت فيلير. يبقى الكوز اوف ديث في الجود باسل سندروم اول حاجه ان حصل له رينال فيلير نتيجه الكريسنت جلوميرولونيفريتس، حصل له بالمونري هيمرج ده برضو بيموت، الهايبر تنشن وهايبر كاليميا نتيجه تو ايه؟ هارت فيلير. تمام. تالت ديزيز هنتكلم عنه هو الاي جي اي نفروباسي اللي هو البرجرز ديزيز، وبيقول لك هو وان اوف ذا موست كومن نفروباسي وورلد وايد افكتنج بوث تشيلدرن اند يونج ادلتس، بيقول لك ان هو من اشهر الحاجات اللي ممكن تيجي، ممكن من اشهر ديزيز يعني تيجي في الكيدني وورلد وايد على مستوى العالم كله، افكتنج بوث تشيلدرن اند يونج ادلتس، يعني بتاثر على كبير وصغير. طيب بيقول لك ايه بقى؟ ديو تو، من اسمه ديو تو اي جي اي ديبوزيشن في الميسانجيوم، يعني نتيجه ان حصل ايه؟ نتيجه ان الاي جي اي لو من انواع الانتي بوديز يعني حصل له ديبوزيشن في الميسانجيوم اسوشيتد ويز فايرال او بكتيريا انفلاميشن اوف ميكوزا سيرفيس كونتيننج اي جي اي، يعني بيقول لك ان حصل فايرال او بكتيريا انفلاميشن في ميكوزا سيرفيس جواه اي جي اي، وبالتالي بدا ينشط الكومبلمنت باثوي، فحصل كومبلمنت اكتيفيشن وبدا يعمل لي الجلوميرولر انجري. يبقى بالراحه الاي جي اي نفروباسي بيقول لك ان هو من اشهر الحاجات اللي بتعمل نفروباسي في على مستوى العالم، بتاثر على عمره معين؟ لا، بتاثر على التشيلدرن واليونج ادلتس. طيب نتيجة ان حصل ايه؟ نتيجة ان بيحصل اي جي اي ديبوزيشن فين؟ في الميسانجيوم اسوشيتد ويز الفايرال اند بكتيريا انفورميشن اوف الميوكوزا سيرفيس اللي فيها اي جي اي، وبعد كده يبدا تنشط الكومبلمنت باثوي فتعمل لي الجلوميرولار انجري، تبدا بقى تبوظ ايه في الجلوميرولاي بتاعي. طيب بلايت مايكروسكوب بشوف نورمال جلوميرولاي ميسانجيال بروليفريشن، هنا بس بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ميسانجيال بروليفريشن فوكال سيجمنتال بروليفريشن كريسنتك فورميشن ان ريل كيسز ذا كريسنتك جلوميرولايتس، يعني هو بيختلف، ممكن اشوف نورمال جلوميرولاي بشوف طبعا ميسانجيال بروليفريشن نتيجه ان حصل ديبوزيشن للاي جي اي فيه، تمام، فبترد عليه بميسانجيال بروليفريشن، يبقى فيه فوكال سيجمنتال بروليفريشن اللي احنا خدناه المحاضره اللي فاتت كريسنتك فورميشن ان ريل كيسز ذا كريسنتك جلوميرولايتس، يعني ممكن يقلب بيه كريسنتك جلوميرولايتس بس ده ريل شويه ان هو يحصل. طيب ده بسميه البرجرز ديزيز. اهو لما اجي ابص كده على الاي جي اي ان هي حصل لها ديبوزيشن فين؟ حصل لها ديبوزيشن في الميسانجيوم اللي هو الفراغ اللي ما بين هنا ما بين الكابيلا دي هنا كده. تمام. بالالكترون ميكروسكوب بقى هشوف ميسانجيال اي جي اي ديبوزيت وكمان معاها اي جي واي جي ام وسي سي، يعني مش بس اي جي اي، هشوف كمان معاها اي جي واي جي ام وسي 3، بتبقى سب اندوثيريال ديبوزيتس ان اجريسيف فورم. بيقول لك في الاجريسيف فورم اللي هو بتبقى الحالات الشديده بقى بيبقى ايه؟ بتبقى سب اندوثيريال ديبوزيتس. طيب الفيت بتاعهم من 35 ل 50% بيحصل لهم بروجريشن للكرونيك رينال فيلير ديفيوز ميسانجيال بروفريشن، فبيحصل ميسانجيو بروفريتيف جلوميرولايتس ديفيوز ميسانجيال بروفريشن، يعني ايه؟ يعني ميسانجيال سيل يحصل لها بروفريشن فبتعمل لي حاجه اسمها الميسانجيو بروفريتيف جلوميرولايتس، ممكن يحصل هيلينج فيعمل لي ايه؟ فوكال سكلروز، يعني لما يحصل هيلينج كده يحصل هيلينج فايبروز سكلروز فيعمل لك ايه؟ يعمل لك فوكال سكلروز، يعني ايه؟ حته كده حته كده فيها ايه؟ فيها سكلروز. تمام. يبقى تاني لما نرجع على الاي جي ان نفروباسي هو بس ليه اسم تاني اللي هو برجرز ديزيز، هو بيقول لك من اشهر الحاجات اللي بتعمل نفروباسي وورلد وايد، بتاثر على تشيلدرن ويانج ادلتس، نتيجه ان حصل ايه؟ نتيجه ان حصل اي جي اي ديبوزيشن في الميسانجيوم. طيب لايت ميكروسكوب اشوف نورمال بيهيمر لاي، ممكن اشوف ميسانجيال بروفيشن طبعا فوكال سيجمنتال بروفيشن كريسنتك فورميشن ده بس ريل شويه. طيب ميسانجيال اي جي اي ديبوزيت ممكن يكون معايا اي جي جي واي جي ام وسي 3، سب اندوثيريال ديبوزيت ان اجريسيف فورم، سب اندوثيريال ديبوزيت بشوفها في الاجريسيف فورم بس. طيب الفيت من 35 ل 50% بيحصل لهم بروجريشن، يعني تقريبا نص العيانين اللي بيجي لهم اي جي ان نفروباسي بيحصل لهم كرونيك رينال فيلير، ممكن يحصل ديفيوز في ميسانجيال بروفريشن فيعمل لك ميسانجيو بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس، ممكن يحصل هيلينج فيعمل لك فوكال سكلروز، الحته اللي هي في الميسانجيوم دي لما يحصل فيها هيلينج تمام وتخف بيحصل هيلينج بايه؟ بسكلروز، فيعمل لك فوكال سكلروزس. طيب
بعد كده هنتكلم على الكرونيك. طبعا كل الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها ورا خالص دي، سواء كانت بتعمل لي نيفريتك سواء كانت بتعمل لي نيفروتيك، ممكن في الاخر تقلب بايه؟ بكرونيك جلوميرولونيفرايتس، لان هي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي تقريبا كلها كانت اكيوت. فلما تقلب بقى بكرونيك فتعمل لك ايه؟ تعمل لك كرونيك جلوميرولونيفرايتس. طيب يبقى الكرونيك جلوميرولونيفرايتس هو الاند ستيج اوف الجلوميرولونيفرايتس، مي بي ايديوباثيك. يعني هو ممكن يكون اصلا جاي لك اكيوت وبعد كده اتساب وما اتعالجش فقلب بكرونيك، او ممكن يكون هو اصلا بدا عندك بايه؟ بدا عندك بكرونيك. تمام. الجروس بيكتشر اشوف ايه؟ الكيدنز هنا ار سيمتريكالي يونيفورملي ريديوسد تو تلت النورمال سايز بتاعهم. يعني هنا كيدني حجمها قل ولا زي؟ طبعا حجمها قل، حجمها قل تلت الحجم الطبيعي بتاعها. طب ليه؟ نتيجة ان بيحصل فايبروز، فالكرونيك انفلاميشن بيحصل فايبروزز. طيب فاينالي جرانيولر سيرفيس، السيرفيس من بره كده بيبقى محبب كده، بيبقى شكل جرانيولز، بيبقى محبب نتيجة برضو ان حصل ايه؟ فايبروزز. فيرمي ادهرت الكبسول برضو نفس السبب بقى، ان الكبسول بتاعك بيبقى لازق في الكيدني ما تقدرش تقشره بسهوله، زي ما كنا بنقول في اول ديزيز خدنا اللي هو الاكيوت بروليفيريف جلوميرولونيفرايتس. لكن هنا ده بيبقى فيرمي ادهرت الكبسول. ليه؟ نتيجه ان حصل فايبروزس. تمام. ففي الكرونيك اول ما يجيلك في بقى الكرونيك جلوميرولونيفرايتس، افتكر على طول ان بيحصل فايبروز. الفايبروز يعمل لك ايه؟ يقلل حجم الكيدني. طبعا التوكن سيمتريكال يونيفورم ريديوس للتلت الحجم الطبيعي بتاعه. فاينالي جرين سيرفيس بسبب حدوث الفايبروزس. فيرمي الادهرنت كبسول، الكبسول بيبقى لازق في الكدني نتيجه ان حصل فايبروز. طيب الكات سيكشن لما اجي اقطع بقى في الكدني هشوف ايه؟ هشوف الكورتكس بتبقى سند اوت، يعني الكورتكس بتبقى رفيعه. المدلة البيرمز بتبقى بشرانكز، يعني ايه؟ يعني ايه شرانك؟ النتيجه ان حصل فيها فايبروزس بدا الحجم بتاعها يقل كده وتكش، فدي اللي هي ايه؟ المدلة البيرمز. طيب وذ لوس اوف ديماركيشن ما بين الكورتكس والمدلة، ما بقدرش افرق قوي ما بين الكورتكس والمدلة. فده المنظر بتاعها اهو. طبعا لما اجي ابص على كني طبعا هو حجمها قل، حتى السيرفيس بتاعها كده بيبقى جرانيولر وايه والريجولار كده. تمام. ده نتيجه ان حصل ايه؟ فايبروزس. ولما اجي ابص كده السيرفيس بتاعها مش سموث، ده جرانيولر في محبب اهو. تمام. ده نتيجه حدوث الايه؟ الفايبروزس. طيب نكمل. ولما اجي ابص على الميدلري بيراميدز دي برضو تبقى ايه؟ شرانك، يعني ايه؟ بتحس انها كشت كده. ولوس اوف ديماركيشن ما بين الكورتكس والميدلا، يعني اصلا ما بعرفش افرق ما بين الكورتكس والميدلا، يعني الفرق ما بينهم مش واضح زي النورمال كيدني. تمام. طيب باللايت مايكروسكوب اشوف ايه؟ اشوف اول ديجري اوف جلوميرال هايلانيزيشن وذ ذا انترستيشال فايبروزس ليمفوسايتس بلازما سيلا وسكند افرنت ارتريول. بيقول لك هتشوف هايلانيزيشن وهتشوف فايبروزس، هتشوف ليمفوسايتس وبلازما سيلز اللي هي بتاعت الكرونيك انفلاميشن العاديه والسكند افرنت ارتيول. بص لما تيجي تبص على الميكروسكوبك بيكتشر دي كده هشوف ايه؟ هشوف هنا بارشال هايلانيزيشن في الجلوميرولاي. بص اللون البينك ده اهو، البينك الفاتح ده، وده وده كمان وده وده، ده كله هايلانيزيشن. يعني ايه هايلانيزيشن؟ يعني بيتكون هايلينوزس. تمام. لكن هنا انت شايف اصلا جلوميرولاي ده المفروض ان هو كان جلوميرولاي، بس هنا حصل توتال هايلانيزيشن في الجلوميرولاس هنا. تمام. هنا في انفلاميشن، طبعا السيلز دي كلها سيلز انفلاميشن. السيلز البنفسجي دي سيلز انفلاميشن، انفلاماتوري سيلز. فهنا انفلاماتوري انترستيشال سيلز دي ليمفوسايتس اللي هي بتاعت الكرونيك انفلاميشن، دي برضو ليمفوسايتس التجمع ده. تمام. فباللايت مايكروسكوب اشوف ايه؟ هشوف هايلانيزيشن يا اما بارشال زي هنا كده، يعني حته بس، او توتال زي الحته كلها في الجلوميرولاس كله. تمام. هشوف ليمفوسايتس وبلازما سيلز بتاع الكرونيك انفلاميشن وسكند افرنت ارتريول. طيب عيان الكرونيك جلوميرولونيفرايتس هيجيلك بايه؟ هيجيلك في الاول خالص الموضوع هيبدا عنده ببوليوريا. ليه؟ ليه بوليوريا؟ يعني يوريا عنده كتير. طيب ده ليه؟ نتيجه ان مبيبقاش مش قادر الكني مش قادر تتحكم قوي في ان هي تعمل كونسنتريشن لليورين، فبالتالي يورين ما بتقدرش تعمل ري ابزوربشن، فبالتالي يورين بينزل عنده بكميه كبيره. وديكريز سبيسيفيك جرافيتي، مايلد بروتينيريا، يعني شويه بروتينيريا كده موجودين في اليورين. هايلاين اند جرانيولار كوستس. يبقى تاني ايه اللي هيجيلك بأهم حاجه؟ ان هو ايه في الاول هيبدا عندك ببوليوريا ومايلد بروتينوريا. يعني ليه بوليوريا؟ لان الكيدني مش بتبقى قادره تتحكم قوي في انها تعمل ري ابزوربشن للفلويدز، فبالتالي يورين بيبقى نازل ايه بكميه كبيره. لكن ليه بيحصل بروجريسيف اوليجوريا؟ ده هنا بقى تقريبا ما بينزلش يورين الا بكميه قليله خالص، لان خلاص الفانكشن اصلا بتاعه الكيدني ايه باظت، ما بقتش قادره تعمل حتى فلتريشن. تمام. بيبقى عنده بروجريسيف اوليجوريا، وطبعا يبدا يحصل اليوريا بتاعت العيان ده بتبقى عاليه في البلاد. ده ليه؟ لان مبقاش يحصل لها اكسكيوشن كويس، بيبقى عنده انيميا، بيبقى عنده هايبرتنشن نتيجه زياده الفلويد في جسمه.
يبقى في الاول بيبدا عنده ببوليوريا، وبعد كده ليتا بيحصل اوليجوريا لانه خلاص مبقاش في فانكشن اصلا للكدني، باظت خالص، بقى عنده يوريميا، زياده اليوريا في البلد ده، مبقاش يحصل لها اكسكريشن، وبقى عنده هايبرتنشن وانيميا. طيب الفيتا سلولي بيبروسس تو كرونيك رينال فيلير في خلال 10 سنين فروم ذا اونست اوف السيمبتومز. يقول لك ان الفيت بتاعه بيحصل له سلولي بيبريشن وبيتحول لكرونيك رينال فيلير في خلال 10 سنين من اول ما يظهر السيمبتومز بتاعت الكرونيك جلوميرولونيفريتس ده. تمام. بيقول لك حاجه، بيتكلم عن حاجه هنا اسمها اليورينري كاستس. فاكرين واحنا بنشرح قلنا بيبقى كمان كاستس ومش عارف ايه، قلنا نتيجه ان هي بيحصل اندوثيليال انجري. في هنا بيقول لك ايه بقى، عباره عن سوليد يعني صلبه، سوليد يورينري كونستيتيوتنس ديتكتد ان يورين از سلندريكال بودز، يعني بتبقى ظاهره كده في شكل اسطواني اهي، سلندريكال اهي، برده هنا اسطوانه اهي، وده اسطوانه اهي، ودي برده لما اقرب على الهيلاين كاستس دي برده في شكل اسطوانه اهي. في منها هايلاين كاستس، وفي منها بلاد كاست بتتكون من ار بي سيز، في منها سيلولار كاست بتتكون من سيلز، وفي منها جرانيولار كاستس. دي الهايلاين كاستس اللي هي البيضه دي، دي الار بي سيز كاستس او اللي هي بلاد كاستس، ودي السيلولار كاست اللي هي بتتكون من سيلز، ودي الجرانيولار كاستس. تمام، هو ده موضوع اليورينري كاستس. طيب نحل كام سؤال قبل ما نحل، تيجي نراجع بسرعه اللي احنا قلناه. طيب قلنا اول حاجه اكيد ديفيوز بريفرنس جلوميرولونيفريتس، قلنا عيل صغير بتبقى من 3 ل 7 سنين اكتر في الميه عن الفيميل، بيبقى بص ستريبتوكوكر بعد ما يجي له انفكشن بالستريبتوكوكاي بدا يحصل ايه، بدا يحصل جلوميرولار انجري. طيب بالمورفولوجيا شوف طبعا بيبقى فيه هايبر سيلاريتي، الاسس بيحصل لها بروليفريشن كتير، بيبقى فيه انفلاميشن، فالكنز بتبقى انلارجد، بتشد على الكبسول من بره فبيبقى تنس وايزلي ستريب، ده بيبقى عندي بيل كورتكس وكونجستد جلوميرولاي لاين نتيجه الانفلاميشن، وبيقل الدفرنشيشن ما بين الكورتكس والميدلا. طيب بلايت ميكروسكوب هشوف ايه، هشوف هايبر سيلولار انفلامد جلوميرولاي، هشوف سيلاريتي كتير اهي، وخلايا انفلاميشن كتير اهي، في الكولكتنج في الكونفليتد تيبيوز اشوف كلاودي سويلنج، في الكولكتنج تيبيوز اشوف ار بي سي كاستس وهايلاين كاستس وجرانولار كاستس. طيب الانترستيشيال تيشو اشوف فيه اديما وانفلاميشن. بالالكتروميكروسكوب بشوف في حاجه اسمها الهامس اللي هي بتبقى اصاب اندوثيليا او اصاب ايبيثيليا او ميسانجيوم، دي المنظر الهامس دي، هي نود باسوجلومينيكا، نود باسوجلومينيكا، بس لو شفتها بتشككني في ان ده ممكن يكون ايه، اكيوت ديفيوز بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس. طيب بشوف بالاميوفلوريسز هامس اوف الاي جي جي والاي جي ام وسي 3 ان جرانولار باترن. طيب العين ده هيبقى جالك بايه، هيجالك بهيماتوريا سموك يورين او كوكاكولا يورين، هيجيلك بار بي سي كاستس في اليورين، هيجيلك بشويه بروتينيريا لان هو نيفريتك سندروم، فالبروتينيريا مش بتبقى ظاهره قوي زي النيفروتك. طيب هيجيلك اليوريا والكرياتينين في السيرم عنده عاليين، نتيجه ما بيحصلهمش اكسكريشن كويس، الرينال فانكشن قلت والجلوميرال فلتريشن ريت قل، وانكريز في ستريبتولايسن اوتيت نتيجه وجود ايه، ستريبتوكوكال انفكشن. في التشيلدرن الجود اوت كام 95% منهم بيخفوا، وفي الادلت من 40 ل 50% بتحول لكريسنتك و60% بيخفوا. الكريسنت فورميشن نفس ال هو عبارة عن نيفريتك سندروم، بيحصل لها رابيد ديتيريوريشن، يعني الحالة بتدهور بتقلب ايه، برينر فيلير. ممكن يكون برايمري او ممكن يكون سكندري. طيب المفروض بتاعه زي الاكيوت بس بيبقى بروجريسد شوية. الكريسنت فورميشن ده حصل نتيجة ايه، حصل نتيجة البرايتر سيلف بروليفريشن، يعني بعدها بدأ يزيد ماكروفاج وفايبرين. بالالكترومايكروسكوب بالاميونوفلورسن شوف دي بيزتس على البيزمنت ممبرين باي جي جي و3 3، ده شكل الكريسنت اهو باللايت مايكروسكوب، ده برضو شكل الكريسنت اهو. طيب الجود باسل سندروم قلنا لانج مع كدني. تمام، ايه اللي حصل، انا طلع لي انتي بوديز راحت تهاجم البيزمنت ممبرين بتاع الالفيولاي وبتاع الجلوميرولاي، فبالتالي عملت لي حاجتين، عملت لي هيماتوريا، عملت لي هيموبتسيس، انجري في اللانج وانجري في الايه، في الكدني. طيب غالبا بيجي لك بالكريسنت جلوميرولونيفريتس بالاميوفلورس، نشوف لينير ديبوزيشن اوف الاي جي جي الونج اي جي جي الونج الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. بالالكترومايكروسكوب اشوف كريسنس ديسربشن اوف الجلوميرولار بيزمنت ممبرين وحتت فيها نكروزس. طيب الكوز اوف ديس، العين ده بيموت من ايه، العين بيموت من رينال فيلير لان هو بيجيله كريسنت جلوميرولونيفريتس بيقلب رينال فيلير. بالمونري هيمجي موت، هايبر تنشن ويك، هايبر كاليميا ليدنج تو هارت فيلير. الاي جي انفلوس اللي هو البرجر ديزيز، وقلنا هو اشهر حاجه ممكن تعمل نفلوباسي وورلد وايد في التشيلدرن ويونج ادلتس، بيحصل اي جي اي ديبوزيشن في الميسانجيوم. طيب باللايت مايكروسكوب بيحصل ميسانجيال بروليفريشن، فوكال سيجمنتال بروليفريشن، كريسنتك فورميشن، بس ده رير. طيب من 35 ل 50% من العيانين بيجيلهم جود باسل سندروم بيتحول لكرونيك رينال فيلير، او بيقلب بديفيوز، ممكن يقلب بديفيوز ميسانجيال بروليفريشن، يعني الميسانجيوم ده بيحصل فيه بروليفريشن فيعمل لي ميسانجيو بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس، يحصل هينج بايه، فوكال سكليروزس.
قلنا الكرونيك اللي هو الاندستج بتاع الجلوميرولونيفريتس، او ممكن يبدا اصلا ايه، ممكن يكون ايديوباثيك يعني بادئ اصلا كرونيك. طيب الكنز هنا حجمها بيقل، بيبقى عندي جرانيولار سيرفيس، بيبقى عندي ادهرنت كبسول لازق في الايه، لازق في الكدني، لازق في الفايبروس اللي حصل. الكات سكشن بيبقى عندي الكورتكس بتبقى رفيعه، المدلة بيرمز بتتكش، تمام، ده كله سبب فايبروزس، ولوس قدام الكش ما بين الكورتكس والمدلة. ده شكل الكرونيك. بيبقى عندي بقى ليمفوسايت وبلازما سيلز وهايلانيزيشن، يا اما توتالي يا اما بارشي زي الصوره دي. في الاول عيان بيجي لك بوليوريا نتيجه ان مبقاش فيه كنترول قوي على حته ال الري ابزوربشن بتاع الفلويدز تاني، فبالتالي اليورين بينزل بكميات كبيره. بعد كده بقى بيبقى فيه ايه، بروجريسيف اوليجوريا، ويقلب بيوريميا، اليوريا تزيد عنده، مبقاش يحصل لها اكسكريشن وهايبرتنشن. الفيت بيقلب برينال فيلير، كورونيك رينال فيلير في خلال 10 سنين من الانسب بتاع الايه، السيمبتومز. اخر حاجه اليورينري كاستس، سوليد يورين كونستيتيونز، بشوفها في اليورين على شكل ايه، سيلندريكال بوديز، يعني على شكل اسطوانه كده، ممكن تكون هيالاين، او ممكن تكون بلاد ار بي سيز، او ممكن تكون سيلر، او ممكن تكون ايه، جرانيولار كاستس. طيب بيقول لك نيفريتك سندروم از كلينيكالي بريزنتد باي بروتينوريا، عيان النيفريتك سندروم بيجي لك ببروتينوريا؟ لا، ده بيجي لك بهيماتوريا، تمام. طيب عيان النيفريتك سندروم هو اللي بيجي لك بهيفي بروتينوريا. طيب الباثولوجيكال تشينجز، طب احنا النيفريتك سندروم بيجي لك بهيماتوريا ليه قبل ما يبدا، نتيجه ان حصل اندوثيليال انجري، لكن البروتينوريا كانت بتبقى حصل نتيجه ايه، نتيجه انجري في البودوسايتس. طيب باثولوجيكال تشينجز ان نيفريتك سندروم ديو تو، بيقول لك الباثولوجيكال تشينجز اللي حصل في النيفروتك سندروم ده نتيجه حصل ايه، حصل بودوسايت انجري اللي احنا سالناها، البودوسايت سيلز دي حصل فيها ايه، افيسمنت. طيب البرايمري جلوميرولونيفريتس از كوزد باي تايب، البرايمري جلوميرولونيفريتس قلنا بيحصل بتايب كام هايبر سنسيتيفيتي، البرايمر كان بيحصل بتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. طيب which isn't true about concerning rapidly progressive glomerulonephritis، الجلوميرولاي از هايبر سيلر، التيبيولز شوينج جرانولار كاستس، انترستيشيوم شوينج اديما وكونجيشن، سيكنس في الجلوميرول بيزمنت ممبرين، ولا كريس انفلاميشن بومز كبسول. اللي احنا ما شفناهوش خالص المحاضره دي ان مفيش سيكن في البيزمنت ممبرين اصلا، يبقى دي غلط، سيكنس في البيزمنت ممبرين دي غلط، تمام. دي حته من التوتوريال، هو اصلا التوتوريال بتاعكم المفروض ان هو شامل محاضرتين. انا بصيت على الداتا بتاعت التوتوريال ما فيهاش اي زياده غير هي السلايد دي بس، بيتكلم لك على الامينو فلوس ان احنا عمالين نرغي فيه في المحاضرات اللي فاتت. واحنا قلنا هو بيقول لك هنا ايه بقى، بيقول لك الامينو فلوسز از وايدلي يوزد اكزامبل اوف اميونو ستيننج يوزنج انتي بودي سيستم بروتين، بيقول لك ان هو عباره عن اميونو ستيننج، يعني ستيننج بيحصل بيه او بيبقى بيزد على المناعه، يعني على الاميونيتي، بستخدم الانتي بودز عشان اسبغ بيها الايه، البروتينز. بيقول لك a single antibody chemically linked to fluorophore، يعني بيجيب antibody وماسك فيه fluorophore اللي هو بيديني اللون بتاع الاخضر ده، recognizes the target molecule اللي هو الانتيجين بتاعي، بيروح يمسك في الانتيجين، تمام، ويمسك في حته مخصصه على الانتيجين كده بسميها الايبيتوب. طيب الفلوروفور هو عباره عن fluorescent chemical compound، الفلوروفور ده عباره عن chemical compound او مركب كيميائي fluorescent، تمام، that can re-emit absorbed light، يعني هو اللي بيعكس لي الضوء الاخضر اللي انا بشوفه ده. examination is performed by fluorescence microscope، والexamination بتاع الامينو فلورسنس ده مش بعمله باي ميكروسكوب، لا بعمله بالفلورسنس مايكروسكوب بس. هي دي السلايد زياده كده، خلصنا، ثانك يو، ادعوا لي بقى.